الناقد الرياضي الاستاذ محمود باي. مساء الفل عليك يا استاذ محمود. مساء الفل يا كابتن حميد وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كنت بتكلم على خبر محمد صلاح على راس 55 لاعب بيتنافسوا على التشكيل المثالي للفيفا. هو طبعا يا كابتن تواجد محمد صلاح في القايمه ده امر طبيعي، يعني راجل فايز مع فريقه بدوري ابطال اوروبا السنه دي، هداف الدوري الانجليزي متخاصما مع اوباميانج مع زميله ساديو ماني، فاعتقد ان هو تواجده يعني يعتبر اجراء طبيعي جدا ان هو يعتبر من نجوم الموسم الماضي اللي فات. تمام. بنتكلم عن التشكيله المثاليه، هل ممكن يكون محمد صلاح ضمن ال 11 لاعب في التشكيله المثاليه ولا انت شايف ايه من وجهه نظرك؟ هو طبعا حميد الموسم اللي فات كان خط الهجوم في التشكيله المثاليه كان بيضم ميسي ورونالدو وكيليان امبابي. في منافسه، اعتقد ان ميسي هو حاجز مكان من ضمن الثلاث اماكن في الخط الامامي، من راجل هداف دوري ابطال اوروبا، هداف الدوري الاسباني، افضل لاعب في الدوري الاسباني وحقق يعني ارقام قياسيه ساعدته. اكيد. اعتقد ان صلاح هيخش في منافسه قويه جدا على حجز مقعدين مع ساديو ماني، خصوصا ان ساديو ماني هو برضه تقاسم معاه جائزه الهداف، وفي نفس الوقت هو تقدم في مراحل اكثر ووصل لنهائي كاس امم افريقيا، بينما طبعا خرج من دور ال 16، اعتقد ان دي ممكن تخش في الحسابات. اعتقد برضه ان كيليان امبابي فرصته قويه جدا جدا ان هو يخش في التشكيله المثاليه، ان هو راجل هداف الدوري الفرنسي وخد جائزه افضل لاعب واعد ولاعب في افضل هداف في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، وكان بفارق هدف واحد بس عن ميسي. فاعتقد ان فرص ميسي وكيليان امبابي قويه جدا، بينما صلاح هيخش في منافسه قويه على حجز المقعد الاخير. على حجز المقعد الاخير. يعني المقعد الاول والثاني اعتقد بنسبه كبيره محجوز لميسي وكيليان امبابي. اكيد ميسي لازم ياخد مقعد طبعا، انت عارف ده ميسي. وامبابي زي ما ذكرت لحضرتك هو هداف الدوري الفرنسي وكان بينافس ميسي نفسه بابي طبعا على جائزه الحذاء الذهبي الاوروبي. طبعا. لكن لو رجعنا لمحمد صلاح، اتفضل كمل. اتفضل. قول لي. وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان برضه امبابي كان عامل ارقام قياسيه برضه الموسم اللي فات في الدوري الفرنسي، وكان هو النجم الاول لباريس سان جيرمان الموسم اللي فات، خصوصا تغلل اللي هو غياب نيمار، فغير طبيعه مركزه وغير طبيعه مهامه وبدا وعداله التهديف يزيد بشكل كبير جدا، زائد برضو ان تاثيره مع منتخب فرنسا بدا ان هو عنصر يعني لا غنى عنه، خصوصا ان ابتعاد كريم بنزيما واعتماد منتخب فرنسا بشكل كبير على جريزمان ومبابي والمعدل التهديف الضعيف لاوليفيه جيرو، فهو يعتبر برضو نجم اول لمنتخب فرنسا زي ما هو النجم الاول دلوقتي لباريس سان جيرمان. اكيد. توقعاتك لمحمد صلاح السنه دي والظهور في الدوري الانجليزي واللي حصل بينه وبين ماني، شايف الدنيا هتمشي ازاي؟ او نظرتك للدوري الانجليزي مع محمد صلاح وماني تحديدا كمان؟ هو نتمنى ان الازمه ما تاثرش، لان خلي بالك كابتن يعني الازمه صعبه شويه، ظهرت للعالم ان في شبه غيره بقى بين الثنائي ماني وصلاح، يعني هي طرحت بشكل كبير في المباراه الاخيره بترني، موقف زي ده اكيد مش هيتعالج بين يوم وليله. شفنا مشكله مشابهه ليها بين كافاني ونيمار على تسديد ركله جزاء من سنتين، وما زال اثارها موجوده لغايه دلوقتي. تمام. فبرضه يورجن كلوب امامه تحدي كبير جدا ان هو يعالج المشكله دي. صلاح برضه اتمنى ان هو يعني الفتره الاخيره شفناه بعد تركيزه شويه عن كره القدم، او بعد تركيزه شويه عن خارج الملعب، وبدا ينشغل بامور اخرى، حتى تصريحاته في وسائل الاعلام عملت جدل شويه في مصر، سواء في مصر او في انجلترا. فصلاح لازم الموسم ده يعيد حساباته شويه، يركز اكتر في كره القدم، لان احنا لو شفنا كابتن الموسم اللي فات كان صلاح احتكر كل الجوائز الفرديه في انجلترا، افضل لاعب من البريمير ليج ومن رابطه النقاب ومن رابطه اللاعبين المحترفين الانجليزيه. تمام. السنه دي صلاح خسر الجائزه لصلاح فيرجيل فان دايك، خرج من سباق يعني تفتكر محمد صلاح العالم. تفتكر محمد صلاح مركز قوي ان هو برضو يجيب اجوان، عايز يبقى هداف للمره الثالثه على التوالي في الدوري الانجليزي، تفتكر كل دي دوافع؟ تفتكر ساديو ماني عايز برضو يبقى هداف؟ الموضوع بينهم هيتحل بسرعه ولا هياخد وقت؟ لا، ما هو كابتن حبيب الاهداف ده طموح مشروع، ما خلي بالك يا كابتن صلاح عايز برضو ياكد ان هو ما زال هداف الدوري الانجليزي في اخر موسمين. تمام. لان كابتن الموسم اللي فات كان هو تقاسم الجائزه مع ماني وباميانج، فهو عايز يرجع اللي هو يعني زي ما نقول يتزعم عرش انجلترا من اول وجديد. تمام. يخش في سباق الجوائز الفرديه من اول وجديد. صلاح كان ضمن افضل ثلاث لاعبين في العالم وفي اوروبا السنه اللي فاتت في 2018،
تمام، برضه في نفس الوقت عنده طموحات وعنده تحديات جديده وعنده حوافز جديده، خاصه بعد اللي هو النتائج المخيبه لمنتخب مصر في كاس الامم. فصلاح عايز يعالج كل اللي حصل سواء في كاس العالم وتعرض لهزه كبيره جدا جدا مع المنتخب، وبرضه في كاس الامم الافريقيه تعرض لهزه كبيره جدا جدا. الموسم ده بدا بمشكله مع زميله وشريك ليه في الهجوم، في نفس الوقت برضه ماني راجل عينه على جائزه احسن لاعب في افريقيا وشايف ان زميله في نفس الفريق محمد صلاح هو اللي بيحرمه كل مره من الحلم ده، وخد جائزه احسن لاعب في افريقيا اخر سنتين بالزبط. واعتقد برضه ان هما الاثنين هيكونوا خارج الجائزه السنه دي، اعتقد ان فرصتها هتكون لعيب جزائري وقد يكون رياض محرز بشكل كبير. اعتقد كل دي حوافز صلاح وماني عارفينها كويس جدا، ان هم بدات مكانتهم تهتز على مستوى الترشح لجوائز الفرديه. فدلوقتي التركيز كله ازاي احنا نرجع نفسنا للترشيحات، الترشيحات هتتم من هو تسجيل معدل اكبر من الاهداف. وهيكون التعاون، يعني التعاون بينهم ده هيكون مفيد جدا لكل الاطراف، المفيد لصلاح ومفيد لسادي ماني ومفيد لليفربول كمان. مهمه يا كابتن يعني كبيره جدا على يورجن كلوب، وهتبين قد ايه قوه شخصيته في اداره ازمه، لان اداره ازمه كبيره. لكن في نفس الوقت هو يورجن كلوب محظوظ شويه ان الازمه دي حصلت في اخر جوله قبل اللي هي الفيفا ديت او اللي هو التوقف الدولي. فدلوقتي كل لاعب مع منتخب بلده، اي نعم دلوقتي منتخب مصر مش مرتبط بالالتزامات، فممكن مع مرور الوقت واللي هو حاله الفراغ دي دلوقتي يمكن الازمه تهدى ولو نسبيا. وفي نفس الوقت يورجن كلوب هتثبت الازمه دي قد ايه هو مدرب كبير، قد ايه هو يحتوي ازمه كبيره زي دي، خاصه ان هي ازمه مش سهله، يعني الناس تبدو ان هي على لا. وفي نفس الوقت برضه لازم يتفرغ، يعني يفرغ الفريق للمنافسه، ان هو عنده بين زي ما بقول اسمه مانشستر سيتي. الو صوتك استاذ محمود. ايوه الصوت بس كان بيروح وبيجي، معلش ما كنت سامعك في اخر كلام. لا يا كابتن، بقول لحضرتك ان برضه يورجن كلوب الازمه دي يعني هو ما حاسس فيها ان هي حصلت قبل فتره توقف دولي. تمام. دلوقتي الدوري الانجليزي متوقف، هو دلوقتي الدنيا يمكن مع مرور الايام الدنيا تهدى شويه، وفي نفس الوقت الازمه دي هتبين قد ايه هو مدرب كبير وهيقدر يعالج الازمه، خاصه ان هو بينافس هجوم كبير اسمه مانشستر سيتي. اكيد مانشستر سيتي مع جوارديولا ما بيهزروش، يعني الناس ما بتهزرش. بالظبط كده، وفريق كمان عنده بدائل قويه جدا. خلي بالك كابتن، البدائل الهجوميه لصلاح وفيرمينو وساديو ماني مش بالقوه الكافيه. بالظبط، وغياب اي واحد فيهم سواء للاصابه او لسبب فني او تراجع مستوى لسبب فني هياثر بشكل كبير جدا على ليفربول. لكن الناحيه الثانيه في مانشستر سيتي جوارديولا عنده حلول كتير، عنده برناردو سيلفا، عنده ديفيد سيلفا، عنده رحيم ستيرلينج، عنده جوندوجان، عنده اجويرو، عنده جيسوس، ده غير كمان لولا ساني اللي هو مصاب. فتخيل كم الحلول الهجوميه اللي عند بيب جوارديولا مقارنه بكلوب. هو ما بيغلبش، مطالب ان هو لازم يحل الازمه دي. هو جوارديولا كمان ما بيغلبش اساسا، يعني اختبار قوي جدا جدا ليه، يمكن اصعب اختبار للسنه دي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود باهي، دايما يعني بتمتعنا بتحليلك للمواقف. شكرا جدا محمود باهي الناقد الرياضي.